أخي العزيز، مشكلة النفاية الطبية مشكلة كبيرة، بلشت من بداية الأزمة. بالبداية كان في طرق معينة للتخلص من النفايات الطبية عن طريق مجلس البلدية ومجلس المحافظة، أما بداية الأزمة فهناك يعني بلشنا بالأمور الصعبة اللي هو عدم وجود طريقة للتخلص منها. فكنا إحنا مجرد أنه تصير كمية من النفايات الطبية يتم حرقها بشكل بسيط، لا يوجد محرقة نظامية أنه يتم حرق بها. المشكلة كاملة أنه مش كل المشافي كانت تتم التخلص من النفايات الطبية عن طريق الحرق، إنما كان في مكان لكب النفايات، فكانت تختلط النفايات الطبية مع النفايات الصلبة وتنترك فترات طويلة، وخاصة بموسم الصيف هالإشي هذا كان يترتب عليه تفسخ تحلل المواد الكيماوية. وبتعرف هناك الحيوانات الموجودة هناك كانت مصدر للعدوى، العدوى الأساسية هي المرض المخيف اللي هو الملاريا. الملاريا مرض خطير، يعني لا تستطيع محافظة كاملة التخلص منه أو مواجهته، لأنه راح يهلك هلاك مش طبيعي، سواء كان بالمواد الطبية سواء كان بالعدوى السريعة. يعني إذا صارت انتشر مرض ملاريا عند 3 أشخاص خلال أسبوع، راح تكون المحافظة كلها مصابة بمرض الملاريا. كل شخص قد يستهلك لزوم صيدلية كاملة لكي يتم شفاؤه. لابد من إيجاد طريقة للتخلص من النفايات الطبية بشكل صحي. حرق النفايات الطبية هو أمر غير صحي، يكون لابد من إيجاد محارق نظامية. هاي المحارق يتم فيها إتلاف المواد الطبية بشروط صحية تمنع انتشار الغازات السامة المنطقة من حرقها للمدينة، تمنع المواد العضوية المتحللة من الحرق لانتشارها للمحافظة، تمنع الحيوانات من الاقتراب من هذا المحرق. فبالتالي أنت حميت مدينة كاملة من أمراض سارية وخطيرة.